غادي نمشيو للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. فريق الجيش الملكي واجه فريق حسنيه اكادير. فريق الجيش الملكي تمكن من الفوز بهدف لا شيء، انتصار هو الرابع للجيش الملكي بالميدان، فيما الهزيمه هي الثانيه على التوالي لفريق الحسنيه، وكذلك الهزيمه الثانيه في هذا الموسم. ونذكر بان المباراه عرفت اصابه علي القروني حارس مرمى الجيش الذي اصيب على مستوى الراس، ولولا اسعافات الاوليه والالطاف الربانيه لفارق الحياه. تمنوا يعني الشفاء العاجل لعلي القروني. محمد بن ثابت صلاح بدري والمتابعه. جمهور ومناصر فريق الجيش الملكي صبوا جام غضبهم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني رشيد طوسي الذي غاب عن دكة احتياط فريقه، في حين حضر مساعداه رشيد بن محمود ووليد الركراكي لمتابعة المباراة. عبد الرزاق خير الذي لم تتضح وضعيته بعد تابع المباراة بدوره من على المدرجات. فريق الجيش الملكي طرد نحس النتائج السلبية بفوزه على ضيفه حسنية أكادير في مباراة صعبة للغاية. المباراة جات صعبة في ظروف متعددة. الضيف الأول أنه في خلال 8 أيام لعبنا ديال ثلاثة المباريات. فريق أكادير الجولة اللي فات أنه انهزم مع تطوان في أكادير. أكيد أنه جا لمدينة الرباط باش يحاول أنه يعود لمدينة أكادير ولو بنقطة التعادل أو للفوز. محاولات الفريق المحلي اصطدمت بحارس متألق ودفاع صلب. في الجانب الآخر أتيحت أبرز محاولة للاعب ياسر البساطي بعد استغلاله لخطأ المدافع يونس حمال، أصيب على إطري الحارس علي القروني الذي ابتلع لسانه، ولولا الألطاف الربانية لكان فارق الحياة. الحمد لله ونشكرو على أن جات هاد السواد الحمد لله، فكنقول للجمهور الحمد لله أنني بخير وعلى خير والحمد لله ما يتقلقوش ما يخافوا ما والو، فالحمد لله رجعت الوعي ديالي. حمال الذي كان سببا في إصابة حارس مرماه كفر عن خطئه خلال الشوط الثاني عندما سدد كرة لم يكن ينتظرها ويهزم الحارس فهد الحمادي. الماتيار ديال الفوتبول خصك تكون فعال. جاتهم اوكازيون حنا دخلوها، حنا جاتنا اوكازيون عن ضربة طريق ضربة ثابتة ديال الكورنر، باتريك ما استطاعش يدخلها. تنهني فريق الجيش الملكي، هذه كرة القدم. مباراة الجيش الملكي كانت مناسبة أيضا لعطور الإدارة العامة للأمن الوطني في إطار تبادل التجارب والخبرات مع نظرائهم الفرنسيين للوقوف عن كتابة على المسائل التنظيمية في أفق تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا للأمم. هني محمود يفوز مهم للجيش الملكي بهدف ليلة شيء، واكيد انه نتمنوا الشفاء العاجل لعلي القروني لانه حارس عنده مقومات كبيره. بالفعل وكنتمنوا انه على الاقل فهو طمأن العائله ديالو والجمهور المغربي على الصحه ديالو، لان كنتمنوا دائما اي لاعب ما يتصابش بأداء، لان كما جاء في الروبورتاج الاول الالطاف الالهيه اللاعب فارق الحياه لا قدر الله. عاود الجيش الملكي سكت الانتصارات، فريق الجيش الملكي الهزيمه ضد فريق وداد فاس ظهر بمستوى ضعيف حتى انه قلق جميع المحبين للفريق الجيش الملكي. اكيد ان فريق الجيش الملكي فوز مهم بالنسبه له لابقائه في دائره المنافسه. نعم اخر مواجهات